بس قول أمل عرفة، فكل الجمهور فورا بيتذكروا هالثنائيه الحلوه يلي جمعتك مع الممثله شكرًا مرتجى اللي بنوجه لها تحيه. دنيا اسعد سعيد، خلينا نحضر هالمشهد. استنى على الدور انت يعني. روحي من خليتي بلا جدي. دفشني ويعني عيونك ناهي. كيف صنعتي هالشخصيه؟ كيف طلعت دنيا؟ دنيا هي شخصيه عاشت عند اهلي حقيقه. انا اول ما بلشت اشتغل اول شيء عملته جبت انسانه طلبت منها تعيش عندنا بالبيت تساعد ماما، لان انا كنت اشوف ماما كيف تشتغل بالبيت وتتعب وبدها تركض بين الطبخ وبينها. فقلت انا اول ما بدي اشتغل ويصير معي مصاري اول شغله بدي اريح امي. وهذا اللي عملته. اول شغله اشتغلتي شو كان؟ وين هذا كان ب اول شغله صباح الخير يا وطنا. قبضت عليها 600 ليره. جبتي وقتها صبية تساعد؟ لا لا وقتها لا، ماما رفضت وأنا كنت لسه بالمدرسة، وهي أخذتني ماما اشترت لي أساور ذهب. بعدك محتفظة فيهم؟ لا وين راحوا ما بعرف وينهم، هذا الحكي قديم يعني من 5 سنين. مهم لما اشتغلت بلشت هيك اشتغل مسلسلات وكذا، وهي بلشت بقى تباعا شو بينقص أمي شو بينقص راحتها شو بينقص، هي كنت أعمله وكنت يطير علي كلمة الله يرضى عليك. فواحدة من اللي كانوا مقيمات ببيت أهلي هي هاي الشخصية، وإذا عم تسمعني بسلم عليها كثير بحبها كثير. ما عاد عرفت عنها شيء ولا عرفت وينها. فكانت هي تعمل مشاكل بالبيت، يعني كان وقت اللي يضوج بابا وماما منها وإخواتي، وهي أنا أكون غشيانة ضحك. أنا شايفتها بس شخصية، يعني شايفتها كاركتر، فحبها بالوقت اللي الكل يقول لي ما بتنحب، صدقها بالوقت اللي الكل اللي كذابه. يعني كل شيء يعملوه لعيلتنا جسدتيها بدنيا وعملتها بدنيا بالجزء الاول وقت اللي كتبت المسلسل انا وعبد الغني بلاط وعمار مصارع الى حد ما ساهم بالكتابه كمان واخرجوا عبد الغني بلاط. هيك قيل لبعد 15 دعوه عليك هالسيده مزبوط؟ لا ابدا شائعه. لا 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 اجت لعندي بعد الجزء الاول شو قالت لي؟ قالت لي اعملي كل شيء بدك اياه بس بعدي عن حياتي الشخصيه. هي بتحكي ايضا بهالطريقه؟ قلت لك يا امل اعملي اللي بدك اياه بس بعدي زيحي عن حياتي الشخصيه ما تقربي عليها. الصداقه بعدها موجوده بالفن مثل ما شفنا هالمشهد ولا بنفقده اليوم؟ لك الحقيقه ايه لا، انا على يقين انه امام لحظه يلي بده يحط الواحد مصلحته على مصلحة صديقه بحط مصلحته تطبش الدفة عن مصلحته. للأسف ما بآمن بالصداقة. آخر مرة لزعتي فيها من صديق أيمتى؟ أي قصة بتنحل بيني وبينك بتليفون بواتساب بتسكريها، ما في داعي تنتشر ولا في داعي الناس تعرف فيها لأنه ما بيهمها. بس اليوم انت تحت الضوء، لما يكون عندك خلاف كمان مع شخصية تحت الضوء بحق له الجمهور يعرف، لأنه بمجرد ما انتو تحت الضوء انتو ملك الجمهور خلص. انت طلعت القصص من ايدك صح. مثل ما صار وقت شكراً إذا بدك لنحكي صح. ايه وقت شكراً أنا اتصلت فيها وقتها. شو قلتي لها؟ هي اللي قالت مو أنا. وبعدها رجعت بعد لها حطيت بلوك. عملتي لها بلوك؟ هي حطت بلوك. هي عملت. لا يا شكرا. ايه مالي مالي بتصير، ليك الطيبين ما بيزعلوا من بعض. وانا على يقين انه شكرا غير انها فنانه كبيره ونجمه وممثله بعتز فيها كثير، كمان هي على الصعيد الانساني حدا بالفعل طيب، حدا بالفعل طيب وابضاي نجمه من برا ومن جوا. بس اوضح للمشاهدين يمكن ما بيعرفوا شو سوء التفاهم اللي صار وقتها. لا ما في داعي توضح، اللي عرف عرف واللي ما عرف خليه يقول كف عدس وخلصت القصه. بس خلصت الصفحه.